انت على بالك بلي انا هذه مخالفه، المخالفه تاعك هنا مفترق طريق، وعندك اشاره متقدمه ب 150 على 150 متر تعلمك افسح السير. انت كيما على بالك هنا الرومبوا لازم لها الاولويه اليسار، على بالك ما سمعتكش. رايح الطبيب عندك ايرجونس. اي بصح يا خويا، قادر ثاني واحد يجيك من ثاني عنده ايرجونس تتلاقى ويصرى حادث مرور، تصرى عرقلة. لا هذاك هو شنو الحالة الخاصة يعني؟ عندك حالة خاصة، أموا دير لي فودو تريس تاعك اعلم. لليسار. انت تحبس وتخلي اللي راهو جايك على اليسار يجو. راني يومي طالع هابط مع الطريق هذي ما كانش مره وما نعدش ندير السكر، ما كانش مره، راني 1000 مره طالع هابط منا وما نديرش السكر. حاله خاطئه. بصح هذه اشاره الزاميه يا الاخ. على كل حال على كل حال. الاخ عندك مخالفه ثانيه، المخالفه الثانيه تمثل في حمل الاطفال اقل من 10 سنوات في المقاعد الاماميه. القانون يمنع ان نحملوا الاطفال في المقاعد الاماميه، ولا هزيناهم نهزوهم في المقاعد الخلفية وفي كرسي خاص بالأطفال. هذه حماية الأطفال، الأطفال تعرف باللي ما عندهمش لا.